الصلوات حيث الحاجات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Welcome brothers and sisters, again back after Ramadan. May Allah accept our fasting and may Allah accept our ibadah, all good deeds inshallah. Eid Mubarak inshallah everyone after a long time, but it's okay inshallah. Today alhamdulillah we have great Sheikh from great place. Alhamdulillah he's Sheikh Faisal Maulawi from Makkah al-Mukarramah, the best place in the whole earth. Alhamdulillah, he will be recited from this place, that place, inshallah. After this, inshallah, we have Jawad and Abdurrahman. Then we go back again to the Sheikh Faisal, inshallah. We end our tilawa with dua, inshallah. Because today is Friday, and the last time of the Friday is the one of the time Allah accept the dua, inshallah. So I request Sheikh Faisal to introduce yourself. ممكن تعرفنا بنفسك أكثر يا شيخ. جزاك الله خير. أخوكم في الله فيصل عبد الله مولوي من سكان مكة المكرمة، معلم في وزارة التعليم، وسعيد بكم كثيرا في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة. جزاك الله خير. Sheikh Faisal Maulawi, he's his teacher and he live in Makkah al-Mukarramah. And he asked Allah Azza wa Jalla make this today's program inshallah great program inshallah. So inshallah Sheikh Faisal, ممكن تبدا بتلاوتك. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.
وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون
ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن
كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله كتب الله أجرك رفع الله قدرك رفع الله قدرك ما شاء الله جزاك الله خير شيخ فيصل على هذا الصوت الرائع والتداوى الجميلة ما شاء الله تبارك الله. Brothers and sisters, mashallah, I can see here Abdullah Wasim, he's Azul Hafiz Quran. So can I request him to translate from Sheikh Faisal? أنا بسألك سؤال بس وعندنا شيخين Abdullah Wasim برضو من Leicester. فممكن هو يترجم لنا إن شاء الله. Abdullah Wasim ممكن تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ فيصل ما شاء الله تبارك الله يعني أنت ما شاء الله لما جيت السنة الماضية عندنا في صلاة التراويح كان لاحظت ما شاء الله الإتقان ما شاء الله في تلاوة القرآن أسأل الله يفتح عليك والآن ما شاء الله تبارك الله يعني أثر القرآن والإتقان يعني واضح جدا يعني ما سر الإتقان يا شيخ؟ والله طبعا كثرة تلاوة القرآن وعرضه على المشايخ هذا يعني هذا يؤدي بك للإتقان في التلاوة. يعني الحمد لله عرضت قراءتي على عدد من المشايخ والحمد لله مجاز أيضا في قراءة القرآن فهذا سبب الإتقان هذا هو سبب الإتقان أنك تعرض قراءتك على أحد المشايخ المتقنين حتى يجيزك في تلاوة القرآن فتصبح متقن مثله. جزاك الله خير شيخ عبد الله. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ زيد ما شاء الله asked him. So as some of you may be aware that Sheikh Faisal ما شاء الله came to Al-Hidayah last year for Ramadan and he led Taraweeh a few nights there.
So one thing that Imam Zayd was saying that he remembered was what he noticed was how his recitation was very unique and as they say on point, mashallah. So he was asking what the secret to that or the tip that he could give on that. And what Sheikh Faisal responded is that throughout when he was learning and he was studying the Quran, he used to recite to multiple teachers in order to gain, in order to correct any mistakes he had in his recitation, and in order to perfect every pronunciation of every letter. And he also added that it's very very important to for people to recite to a teacher and gain ijazah from them in order to eradicate any errors that may be in the recitation. جزاك الله خير شيخ فوصل كلمة لمن أراد حفظ القرآن شيخ الله يحب القرآن يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني القرآن سهل جدا سواء كان هذا أعجمي أو عربي الله عز وجل لم يحدد التيسير لأحد من الجنسين من الفئتين فهو ميسر للجميع لكن يحتاج الإنسان إلى تفريغ الوقت أولا يعني يكون في وقت ثابت يوميا مثلا ولنقل من الغالب هو من بعد صلاة العصر يعني يبدأ الإنسان يعني يفرغ نفسه ويضع لنفسه يعني زمنا معينا بحيث يحفظ الدرس الجديد ثم يراجع المراجعة القديمة وهكذا إلى أن يصل ودائما الخطوات الكثيرة تبدأ بالخطوة الأولى دائما وهكذا إلى أن يتم الحفظ وهكذا إلى أن يتم الحفظ نعم جزاك الله خير So Sheikh Zayd asked him if there is one tip you would give to people who are on the path to memorizing the Holy Quran. And Sheikh Faisal responded by saying that it is important to have a set routine, and it is important not to use slack, and pretty much daily one should have a mindset of a daily routine to revise the Quran quite often. It's after Asr, he was saying, and before that he also mentioned that Allah Subhanahu wa Taala has said in one of his verses that indeed we had made the Quran easy. He has mentioned that, and Sheikh Faisal also said that he did not specify easy just for the Arabs and not easy for the non-Arabs. He has said it's just easy generally. So he's saying that that even if you're an Arab, it's not your first language, like most of us, that's the case for us. Allah still said that he has made the Quran easy for us. So we should always bear that in mind. And as he mentioned later on, a fixed routine is always very important in it, and consistency. جزاك الله خير نستاذنك يا شيخ فيصل ناخذ تلاوه من عندنا طالبين بخوين يشاركوا ان شاء الله وبعدين نرجع لك للدعاء اي وانت ثانكس از ويل الشيخ عبد الله وسيم هيز ماي نيفيو از ويل ما شاء الله ريكويست هيم اف هي كان جوين نيكست تايم ان شاء الله وذ اس وذ هيز تلاوه از ويل فيري نايس ما شاء الله تبارك الله مي الله بليس هيم ان هيز بيرس از ويل إن شاء الله جزاك الله خير شيخ عبد الله. بارك الله فيك جزاك الله خير. بارك الله فيك. We have today جواد and عبد الرحمن. They are both brothers. جواد. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله أهلا وسهلا. جواد, please introduce yourself and your brothers. Then your brother, inshallah. I'm 17 years old and I live in London and alhamdulillah I managed to finish the Quran when I was 12 years old and also Abdul Rahman, do you want to say anything? Yeah, I'm Abdul Rahman. How old are you? 3 years old. And how much Quran have you learned? Like almost his amma. He's almost finished his amma, alhamdulillah. MashaAllah, tabarakallah, MashaAllah, tabarakallah. So who will be start first? You, Jawad? You start, inshallah. Okay. Yalla. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي إرم ذات إرم ذات كسر ها إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا إذا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا 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 جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد لا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. May Allah bless you and your parents all. ما شاء الله تبارك الله. It's not easy to make the result like this. ما شاء الله تبارك الله. Of course they did hard work and there are some behind him and they did as well hard work. ما شاء الله تبارك الله. عبد الرحمن, you are excellent. ما شاء الله تبارك. Inshallah, may Allah make you imam in big masjid. Inshallah. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير. كم يبلغ من العمر الولد هذا؟ How old are you, عبد الرحمن؟ عبد الرحمن 4 سنوات. 4 سنوات. الله يحفظك جزاك الله خير. تفضل يا فجواد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر
الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شيخ جواد خارم تميز الله يفتح عليك يفتح عليك ما شاء الله جزاك الله خير for joining today may Allah bless you as well and your all family so I can call you family Quran I know your brother as well he's half as well isn't he ما شاء الله تبارك الله this when the parents they work with their children and they do hard work the result is come like this inshallah may Allah bless you all and those listening as well jazakumullah khairan we go back to Sheikh Faisal and we request him to make dua please because this is the Friday and the Friday the last time one of the hours the Allah accept the dua Sheikh Faisal ممكن تكرمنا بيختم المجلس بالدعاء جزاك الله خير قبل نختم يا شيخ تفضل تفضل انا سعيد جدا انا اسمع هذه التلاوات من بريطانيا صراحه يعني هذا شيء يفرح يفرح صراحة جدا ويثلج الصدر أن تجد مثل هذه التلاوات المتقنة المجودة الرائعة والصوت الجميل وهذا الاهتمام بالنشأ الصغير يعني إن شاء الله نسأل الله عز وجل في قادم الأيام يعني نرى جهود أكبر وأكبر من هذه الجهود وهذا شيء جدا مفرح صراحة سعيد جدا أن أسمع هذه التلاوات الله يفتح عليك الشيخ عبد الله وسيم المترجم شيخ عبد الله وسيم تسمع اي نسمع اي نعم تفضل
Yep, Sheikh has just added before he goes, he said, before he ends, sorry, he just said, Alhamdulillah, it was a very nice sight and it was very pleasing to see children of young ages, such as Abdul Rahman, mashallah, with the level of recitation that they have, it brings pleasure to him and it's very, very, a source of great happiness for him. And he's saying that, inshallah, if this is increased and if there are more examples of this, then it would be even greater joy and happiness to him and other shuyukh, inshallah. So he's saying, keep it up, inshallah, and jazakumullah khairan. Jazakallah khair, Sheikh Abdullah, barakallah fik. Sheikh Faisal, tafadhal, Sheikh, microphone عندك. Allahumma laka alhamd, anta maliku as-samawati wal-ard. Wa laka alhamd, anta nuru as-samawati wal-ard. Wa laka alhamd, anta qayyumu as-samawati wal-ard. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى أجمعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم برحمتك يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف اللهم بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم بلطفك وقدرتك ارفع عنا هذا الوباء اللهم بلطفك وقدرتك ارفع عنا هذا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخنا على حضورك. جزاكم الله خير وأنا سعيد جدا على إتاحة هذه الفرصة واللقاء بكم وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وأعمالكم ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. آمين رب. آمين آمين. جزاك الله خير. Everyone, جزاكم الله خير and thank you brothers and sisters to join today. Inshallah next week same time 7:30 inshallah. We meet you again inshallah with a different sheikh from different place inshallah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullah